أنا موجود في تجمع المفقرة، بدنا نعمل حملة إعادة بناء كل ما هدمه الاحتلال في هاي في هذا التجمع. تم هدم مسجد، عدنا بناء المسجد، وهلا بنشتغل على إعادة بناء بعض المنازل اللي تم هدمها. السنة اللي فاتت تم هدم 3 منازل إضافة إلى المسجد، وانهدم كمان غرفة صغيرة إلى مولد كهربائها. فإحنا عمليا بلشنا إعادة بناء لكل هذا اللي انهدم، ورايحين كمان نبني للعائلات اللي موجودة تحت الأرض، يعني من الساكنين سكان الكوب. ما بعض لا تسريح الآن ولا ناك، بس بما نمروك وبعذبوك على الفاضي. وهذه السياسة الإسرائيلية فاهمينها 100%، والكويس فيهم احنا فهمنا السياسة تبعتهم، واحنا اليوم نشتغل برغم السياسة تبعت الإسرائيليين. وهيك احنا علمونا كمان، يعني اقول لك احنا ما بنقول نشتغل على عاتقنا، ولكن كيف مستوطنة بقال بدأت في 2004، ولكن انا موجود هنا من 65 ولدت في هذا الخربي، ولا اليوم عايش في مغارة، فبدي اطلع وجه الارض زي باقي البشر. ايه بقال في 2004 جت، في عندها الكهرباء، في عندها المي، في عندها الاسفلت، في عندها كل شيء. ولكن طب ليش؟ وين القانون الاسرائيلي؟ ما يمشي عليها، اخذ ترخيص؟ من وين اجاها ترخيص؟ انا في منطقة سي وهي منطقة سي. هل هي الارض قانونية اخذها حتى هي له حق فيها؟ قدمي قدمي في موافقة؟ مش عارف، ما في موافقة ولا ما في لسه فيش موافقة. ليش عم بشتغل؟ أنا بشتغلش. ليش عم بشتغل؟ شوف أنت بدك توافق بدون حياة تقول فيها هذا بسوي. شو عم بشتغل لسه؟ شو عم بشتغل؟ رجل أنت عربي. أنا بحترمك. أنت عربي. فاهم. بس أنت عربي. أنت فاهم غلط. أنت عربي. أنا ببلش بالبطون. بسوي شيء. شو عم بشتغل؟ هذا المسجد يا رجل. هذا الشغل. بيت الله هذا. آه شو؟ أبو الشغل هذا يعني تشتغل في الحصر والتجوف تجوف. أنا بقول لك بنا غير قانوني. عشان تعرف. يزيد من الحياة دينا تعال. يا أخي. في أي بطول موجود غير قانوني. عارف الله من